يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع زيارة غار حراء لأجل العظة والعبرة؟ لا، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور بعد البعثة، ولا أحد من الصحابة كانوا يزورونه، فزيارته بدعة، زيارته والتبرك فيه والقصد لذلك هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد البعثة، إنما ذهب إليه للحاجة قبل البعثة، للحاجة، ما هو لأن هذا الغار له خاصية وفيه بركة وفيه، لا، بل للحاجة، تاج مثل غار ثور، إنما لجأ إليه للحاجة للاختفاء من المشركين، ولم يقصده لأنه مبارك وأنه كما يقوله الخرافيون. ولا تشرع زيارة غار حراء ولا غار ثور ولا أي مكان جلس فيه الرسول أو نزل فيه، هذا من الغلو ومن وسائل الشرك. نعم.